تحياتي لجميع التلاميذ والتلميذات. خلال هذه الدقائق سنحاول القيام بتمرين تطبيقي يهم تقنيات تحليل النص الفلسفي، خاصة ما يتعلق بخطوة أشكلة هذا النص الفلسفي، ثم مفهمته، ثم الجانب الحجاجي فيه أو ما يسمى بالمحاجرة. إذن الأمر يتعلق بتمرين تطبيقي وليس مجرد شرح نظري. سنقوم إذن بتطبيق هذه التقنيات عمليا على نص فلسفي أو علمي أنتروبولوجي سنتخذه كمثال لنرى من خلاله كيف يتم تطبيق هذه التقنيات. إذن النص الذي سنشتغل عليه كمثال هو نص لكلود ليفيستروس. سوف لن أقرأ النص، وإنما سأحاول بعجالة أن أعرف ببعض أفكاره وببعض مضامينه. إذن النص هو بعنوان الإنسان كائن لغوي يرتبط بمجزوءة الطبيعة والثقافة لصاحبه كما ذكرنا كلود ليفيستروس. النص مقتبس من كتاب عبارة عن حوارات أجراها كلود ليفيستروس مع جورج شاربونيه، حوارات مع جورج شاربونيه. إذن في هذا النص كلود ليفيستروس يبين في البداية أن الإثنولوجيين كانوا يعتقدون قديما بأن ما يميز الإنسان ككائن ثقافي هو قدرته على صنع الأدوات، بمعنى ما سمح للإنسان بالانتقال من الطبيعة إلى الثقافة هو قدرته على صنع الأدوات. في اللحظة التي تمكن فيها الإنسان من صنع الأدوات انتقل أو تحول من كونه مجرد كائن طبيعي وأصبح كائنا ثقافيا. إذن هذا المعتقد الذي كان يتبناه الإثنولوجيون لا يتفق معه كلود ليفيستروس بناء على اعتبارات معينة، من بينها أن الإنسان أصبح كائنا ثقافيا لأنه أصبح قادرا على استخدام اللغة وليس لأنه نجح في صنع أدوات معينة. فكلود ليفيستروس يميل أكثر إلى تعريف الإنسان بأنه كائن لغوي وليس بأنه كائن صانع. إذن بالنسبة لكلود ليفيستروس نجد في الطبيعة مجموعة من الأنواع الحيوانية، مجموعة من الحيوانات التي هي قادرة بشكل أو بآخر على صنع التقنية واستخدامها، لكن هذا لا يجعل منها كائنات ثقافية. يمكن في هذا الصدد أن نقدم مجموعة من الأمثلة. مثلا قردة الشمبانزي قادرة على استخدام الحجارة مثلا لكي تقذف بها الحيوانات التي تحاول افتراسها، أو يمكن لقردة الشمبانزي أن تحول غصن شجرة إلى ما يشبه الحربة التي تصطاد بها حيوانات أصغر منها حجما، أو يمكن أن تستخدم هذا الغصين كملعقة لأكل النمل. وهناك مجموعة أيضا من الحيوانات كبعض أنواع الطيور التي تستخدم الصخور بشكل غير مباشر لكسر قشرة الجوز. إذن في الطبيعة نجد مجموعة من الأنواع الحيوانية قادرة على صنع التقنية واستخدامها، صنع الأداة، لكن هذا لا يجعل منها كائنات ثقافية. إذن بالنسبة لكلود ليفيستروس قدرة الإنسان على استخدام اللغة في اللحظة التي اكتشف فيها الإنسان اللغة أو ابتكر فيها اللغة، في هذه اللحظة تحول من مجرد كائن طبيعي إلى كائن ثقافي. إذن بالنسبة لكلود ليفيستروس اللغة تمثل عنصر ثقافي له أهميته الخاصة ومكانته الخاصة ضمن نظام الثقافة في المجتمع البشري. الذي يعطي للغة هذه المكانة الخاصة أن اللغة أولاً هي عنصر من عناصر الثقافة التي يتم تعلمها واكتسابها في المجتمع الذي ننشأ فيه خلال مرحلة التنشئة الاجتماعية، لكن أيضا تمثل اللغة القناة أو الوسيلة الأساسية التي يتم بواسطتها اكتساب باقي عناصر الثقافة، بمعنى أن الطفل مثلا يتعلم ثقافة مجتمعه من خلال اللغة. فمن خلال اللغة نعلم الطفل ما الذي ينبغي أن يفعله أو أن لا يفعله،
والقواعد التي ينبغي عليه اتباعها والأشياء التي ينبغي أن تكون بالنسبة إليه موضع تبجيل إلى آخره. فإذا من خلال اللغة يتم اكتساب ثقافة المجتمع. أيضا لكي نكون فكرة جيدة أو دقيقة عن ثقافة مجتمع معين، ينبغي أن نكون متقنين للغة هذا المجتمع حتى نتمكن من فهم عناصر الثقافة في هذا المجتمع كالدين، كالعادات والتقاليد أو الفن أو غير ذلك من عناصر الثقافة. إذن هذا بشكل موجز خلاصة ما يحاول كلود ليفي-ستروس أن يقوله لنا في هذا النص. إذن هذا النص الذي جعلنا منه مثالا سنحاول أن نطبق عليه تقنيات تحليل النص الفلسفي، وسنبدأ بالخطوة الأولى أو التقنية الأولى من تقنيات تحليل النص الفلسفي وهي الأشكالة. إذن المقصود بالأشكالة أشكالة النص الفلسفي أي إبراز المشكلة الفلسفية التي يعالجها هذا النص. وعندما نقول أن الإشكال يعالج مشكلة فلسفية معينة فهذا يعني بأن الإشكال ينقلنا من مجال البديهيات أو المسلم به إلى مجال المشكوك فيه، بمعنى أن الهدف من طرح الإشكال هو تحطيم بداهات معينة عامة الناس عادة في فهمهم لأي موضوع أو مسألة معينة ينطلقون من تمثلات معينة. إذا أردنا أن نعطيك مثال، مثلا نص كلود ليفي-ستروس الذي تكلمنا عنه، عامة الناس مثلا قد يتأملون التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية، وقد يربطون انتقال الإنسان من الطبيعة إلى الثقافة بقدرة الإنسان الفائقة على إبداع تقنيات جد متطورة. لكن التحليل الأنثروبولوجي الذي يقدمه كلود ليفي-ستروس يوضح لنا بأنه لا يمكن أن نربط الثقافة لدى الإنسان بصنع الأدوات أو بالتقنية، وإنما بالقدرة على استخدام اللغة وبشكل خاص اللغة المتمفصلة. إذن الإشكال ديدكتيكيا عادة ما يتم التعبير عنه من خلال سؤال، والسؤال في الفلسفة عادة ما نصفه بأنه سؤال إشكالي. إشكالي هنا بمعنى أنه سؤال ينفتح على مجموعة من الأجوبة المتعددة التي كلها أجوبة ممكنة على ذلك السؤال. بمعنى في التفكير الفلسفي لا يوجد جواب واحد يمكن اعتباره جوابا حاسما ونهائيا. وبهذا المعنى إذن نفهم كيف أن السؤال في الفلسفة هو سؤال إشكالي. إذن على مستوى الصفي المستوى الديدكتيكي السؤال أو الإشكال يتم التعبير عنه من خلال سؤال، أي من خلال جملة استفهامية تبدأ بأداة استفهام وتنتهي بعلامة استفهام. مثلا من خلال الأفكار التي وضحناها مع كلود ليفي-ستروس يمكن أن نطرح الإشكال التالي: ما الذي يجعل الإنسان كائنا ثقافيا؟ أو كيف انتقل الإنسان من الطبيعة إلى الثقافة؟ أو غير ذلك من إشكالات تؤدي نفس المعنى. ننتقل إلى الخطوة الثانية في من ضمن تقنيات تحليل النص الفلسفي، وهي خطوة المفهمة. إذن ديدكتيكيا عندما نتكلم عن مفهمة النص الفلسفي نقصد ببساطة تحديد المفاهيم التي يتشكل منها النص، وأيضا توضيح دلالة هذه المفاهيم وبيان العلاقات الموجودة بين هذه المفاهيم. هل هذه المفاهيم مرتبطة ببعضها البعض؟ تدخل مع بعضها البعض في علاقة انسجام أم في علاقة تعارض؟ والمفاهيم بالنسبة لأي فيلسوف هي أدوات أو قنوات من خلالها يتمكن من التعبير عن أفكاره بشكل مجرد، بمعنى أن الفيلسوف في تفكيره الفلسفي، في كتابته الفلسفية، في تعاطيه مع أي موضوع بشكل فلسفي ينطلق دائما من سياق زماني معين هو العصر الذي نشأ فيه، ومن سياق مكاني معين هو المجتمع الذي نشأ فيه. لكن من خلال عملية التجريد
القدرة على التجريد التي تتيحها لنا المفاهيم، يتمكن الفيلسوف من أن يعطي لأفكاره نوعا من الطابع الكوني، بمعنى يتخلص من قيود الارتباط بعصر معين ومجتمع معين، لكي يجعل أفكاره كونية، أفكارا كونية تخاطب الإنسان في كل زمان ومكان. إذن هذه القدرة على التجريد وعلى إضفاء الطابع الكوني على أفكار الفيلسوف هو تحديدا ما تتيحه لنا المفاهيم. إذن المفاهيم على مستوى الشكل هي عبارة عن مصطلحات، لكن ما يميز المفهوم أنه مصطلح لديه علاقة وثيقة ومباشرة بموضوع النص. مثلا بالعودة إلى نص كلود ليفي-ستروس الذي نشتغل عليه كمثال، سنلاحظ بأن الكلمات البارزة في النص والملونة باللون الأخضر هي التي تعبر عن المفاهيم الأساسية التي استخدمها كلود ليفي-ستروس. مثلا لدينا مفهوم الإنسان الصانع، مفهوم طبيعة، ومفهوم ثقافة، ثم مفهوم اللغة، ومفهوم الأسنن جمع كلمة سنن، ثم أخيرا مفهوم التمفصل. إذا أردنا مثلا أن نوضح هذه المفاهيم، مفاهيم النص الفلسفي عادة ما يتم توضيحها انطلاقا من مكتسباتنا المعرفية، وأيضا انطلاقا من السياق الذي تقع فيه أو تقع ضمنه هذه المفاهيم. مفهوم الإنسان الصانع مثلا، الإنسان الصانع بمعنى وصف لجميع الأنواع الإنسانية التي كانت قادرة بشكل أو بآخر على صنع أدوات معينة أو صنع تقنيات معينة. علماء الباليوأنتروبولوجيا يتكلمون عن الإنسان كجنس بشري، ويقولون بأنه تحت هذا الجنس تندرج مجموعة من الأنواع، ويمكن كلها وصفها بأنها كائنات صانعة لأنها قادرة على صنع أدوات. مفهوم الطبيعة يحيل على مجموع المعطيات البيولوجية التي تعتبر جزءاً من التكوين الطبيعي للكائن، بمعنى كل ما هو فطري في الإنسان أو في أي كائن آخر ولا يحتاج إلى تعلمه واكتسابه. مثلاً تنفس الهواء هو عملية فيزيولوجية لا نحتاج أن نتعلمها، بل نقوم بها بشكل طبيعي بشكل فطري. في المقابل مفهوم الثقافة يحيل على جميع أنماط السلوك والتفكير التي يجري تعلمها واكتسابها داخل المجتمع، داخل البيئة الاجتماعية، من خلال التقليد أو من خلال التلقين أو غير ذلك من وسائل التعلم. بهذا المعنى مفهوم الثقافة مثلا يشمل العادات والتقاليد والمعتقد الديني واللغة أيضا والفن، بمعنى كل ما يتم تعلمه داخل الوسط الاجتماعي. مفهوم اللغة مفهوم أساسي أيضا في النص، هذا المفهوم يعبر عن نظام الإشارات والرموز التي يستخدمها الناس داخل مجتمع معين، وبواسطتها يتمكنون من التواصل مع بعضهم البعض. مفهوم اللغة هذا نجده في علاقة مباشرة، علاقة ارتباط مباشرة مع المفهومين الأخيرين ضمن النص، وهما مفهوم السنن ومفهوم التمفصل. مفهوم السنن باختصار يشير إلى اللغة باعتبارها مجموعة من الشفرات التي ينبغي حلها من طرف المتلقي الذي يتلقى رسالة لغوية معينة، بمعنى في كل عملية تواصل لغوي هناك المرسل الذي يرسل رسالة لغوية أو خطاب لغوي معين، وهناك المتلقي الذي يتلقى هذه الرسالة. هذا المتلقي لكي يفهم مضمون الرسالة اللغوية ينبغي أن يتوفر على حل لشفرات تلك الرسالة، بمعنى شخصان يتكلمان نفس اللغة ويفهمان بعضهما البعض، لديهما سنن مشترك أي فهم مشترك لتلك اللغة، وقدرة مشتركة على فك أو حل شفرات تلك اللغة. أما مفهوم التمفصل فهو يعبر عن وصف معين للغة الإنسانية، اللغة التي نستخدمها نحن البشر توصف بأنها متمفصلة، متمفصلة بمعنى أنها مكونة من وحدات صوتية غير دالة، هي الأصوات التي
يصدرها جهاز النطق لدينا، ثم وحدات صوتية دالة تسمى مورفيمات. إذا الوحدات الصوتية غير الدالة تسمى فونيمات، وهذه لا معنى لها، لكن بواسطتها نستطيع أن نركب كلمات لها معنى نسميها مورفيمات. إذا الإنسان انطلاقا من عدد محدود جدا من الأصوات يستطيع أن يركب عددا هائلا جدا من الكلمات، الشيء الذي يجعل اللغة البشرية تتميز بنوع من الغنى. إذا عندما نتأمل في هذه المفاهيم سنلحظ علاقات من نوع ما تجمعها ببعضها البعض. مثلا هناك علاقة تقابل بين مفهوم الطبيعة ومفهوم الثقافة، ثم هناك علاقة الارتباط الواضح بين مفهوم اللغة من جهة ومفهوم السنن ومفهوم التمفصل من جهة ثانية. إذا عندما نشتغل على نص فلسفي ينبغي أن نقوم بقراءة هذا النص قراءات متعددة، ثم نحاول تحديد المفاهيم الأساسية التي يشتمل عليها هذا النص من خلال التركيز على المصطلحات كما قلنا التي يبدو بأن لها ارتباط مباشر ووثيق بموضوع النص. ننتقل إلى الخطوة الأخيرة ضمن تحليل النص الفلسفي، وهي خطوة مهمة جدا، خطوة المحاجة. إذا عندما نتكلم عن المحاجة أو الحجاج في نص فلسفي نقصد إنتاج الفيلسوف أو المفكر بشكل عام إنتاجه لمجموعة من الأدلة والحجج والبراهين التي بواسطتها يحاول أن يدافع عن موقفه، أن يدعم موقفه، وفي نفس الوقت أن يفند المواقف المخالفة له. لكن ديدكتيكيا نستخدم مفهوم الحجاج بنوع من التوسع ليشمل ليس فقط الأساليب التي يكون الهدف منها الإقناع، ولكن الأساليب التي قد تستخدم لتوضيح أفكار صاحب النص. مثلا بالرجوع إلى النص الذي اشتغلنا عليه كمثال، نص كلود ليفي-ستروس، سنجد هذا العالم، هذا الأنثروبولوجي، استخدم مجموعة من الأساليب الحجاجية كما هي موضحة أمامكم. مثلا نجد كلود ليفي-ستروس يقول من ضمن ما يقوله في النص: لقد اعتقدنا لفترة زمنية طويلة كما اعتقد الكثير من الإثنولوجيين أن ما يميز الثقافة هو حضور الأشياء المصنوعة، فقد عرف الإنسان بأنه صانع الأدوات، بحيث تم اعتبار خاصية الصنع العلامة المميزة للثقافة. أعترف بأنني لست متفقا مع هذا الرأي. كلام كلود ليفي-ستروس هنا يعبر عن أسلوب يمكن أن نسميه حجاجيا بأسلوب الدحض أو أسلوب التفنيد. إذن المقصود بأسلوب الدحض أن يعمد صاحب النص إلى تعبير عن موقف معين مخالف لموقفه الشخصي، ثم يبين لنا بين قوسين نقاط الضعف في هذا الموقف، فيعمل على تفنيده أو تكذيبه أو تخطئه، بيان الأخطاء التي يتضمنها هذا الموقف. مثلا في هذا المثال نلاحظ بأن كلود ليفي-ستروس تكلم عن اعتقاد كان يعتقد به الإثنولوجيون أو العلماء الذين يدرسون ثقافات المجتمعات، اعتقادهم بأن ما يميز الثقافة هو صنع الأدوات، أن الإنسان أصبح كائنا ثقافيا عندما أصبح قادرا على صنع أدوات معينة. هذا المعتقد يفنده كلود ليفي-ستروس على أساس أن هناك حيوانات قادرة على صنع الأدوات، لكنها مع ذلك لا يمكن أن نصفها بأنها كائنات ثقافية. إذن أسلوب الدحض والتفنيد. ثم في العبارة الموالية يقول كلود ليفي-ستروس: فلنفترض أننا التقينا في كوكب مجهول بكائنات تصنع الأدوات، إننا لن نكون على يقين تام من أنها تنتمي إلى نظام الإنسانية. ما لدينا هنا هو أسلوب حجاجي يمكن أن نسميه أسلوب الافتراض، لأن كلود ليفي-ستروس ببساطة يفترض افتراضا معينا: ماذا لو التقينا بكائنات معينة في كوكب مجهول؟ لو أن هذه الكائنات كانت قادرة على صنع أدوات فهذا لا يعني إطلاقا بأنها كائنات ثقافية.
هناك افتراض آخر طرحه كلود ليفي-ستروس عبر عنه بقوله: لكن لنتخيل أننا صادفنا كائنات حية تمتلك لغة مختلفة عن لغتنا بالقدر الذي نريد، لكنها لغة قابلة لأن تترجم إلى لغتنا، إذ ذاك تصبح عملية التواصل مع هذه الكائنات عملية ممكنة. في هذا الافتراض الثاني يفترض كلود ليفي-ستروس أنه لو صادفنا كائنات معينة وهذه الكائنات كانت تمتلك لغة قابلة بشكل أو بآخر لأن تترجم إلى لغتنا، في هذه الحالة سيكون بإمكاننا أن نصف هذه الكائنات بأنها كائنات ثقافية. إذن يستخدم أسلوب الافتراض بشكل عام على أساس توضيح النتائج التي يمكن أن نصل إليها في حال صحت معطيات معينة نطرحها كبداية لعملية الافتراض. يقول كلود ليفي-ستروس أيضا: في الواقع نلتقي بنماذج من هذه الكائنات على كوكبنا الأرضي، ونجد فيه أن بعض الحيوانات قادرة إلى حد ما على صنع أدوات أو أنها تقوم بمحاولات أولية لصناعتها، ومع ذلك فنحن لا نعتقد بأن هذه الحيوانات الأرضية قد أنجزت الانتقال من الطبيعة إلى الثقافة. الأسلوب المستخدم هنا هو أسلوب المقارنة، لأن كلود ليفي-ستروس ببساطة يقارن بين الإنسان وبين باقي الحيوانات، أن باقي الحيوانات هي كائنات طبيعية 100%، كائنات طبيعية لأن سلوكاتها محكومة بشكل أساسي بالغريزة، في حين أن الإنسان يتصرف ليس فقط بناء على ما تقوله له غرائزه، وإنما يتصرف بشكل أساسي بناء على ما اكتسبه من ثقافة مجتمعه. فبهذا المعنى الحيوانات كائنات طبيعية فقط، أما الإنسان فكائن طبيعي وثقافي في نفس الوقت، فيه جانب طبيعي وفيه جانب ثقافي، وغالبا ما يهيمن الجانب الثقافي على الجانب الطبيعي في الإنسان. ثم يقول كلود ليفي-ستروس: يبدو لي أن اللغة هي الظاهرة الثقافية بامتياز، وذلك على عدة مستويات. أولا، لأن اللغة هي جزء من الثقافة، إنها جزء من تلك الاستعدادات أو العادات التي نتلقاها من التراث الخارجي المحيط بنا. وثانيا، لأن اللغة هي الأداة الأساسية والوسيلة المتميزة التي نتمثل من خلالها ثقافة الجماعة التي ننتمي إليها. فالطفل يتعلم ثقافة الجماعة التي ينتمي إليها لأننا نكلمه ونتحدث إليه، يتعلم بالكلمات ما معنى المنع والتوبيخ والنصيحة. وأخيرا وبصفة خاصة، لأن اللغة هي المظهر الثقافي الأكثر اكتمالا في مظاهر نظام الثقافة، هذه المظاهر التي تشكل بصورة أو بأخرى أنساقا. ما لدينا هنا هو أسلوب التعليل، بمعنى أن كلود ليفي-ستروس طرح هنا فكرة معينة ثم قام بتعليلها، أي بيّن لنا الأسباب التي دعته إلى الاعتقاد بصحة تلك الفكرة. الفكرة هنا هي أن اللغة ظاهرة ثقافية بامتياز، اللغة لها مكانة خاصة ضمن نظام الثقافة، وهناك أسباب معينة هي التي تبرر هذه المكانة الخاصة للغة. هذه الأسباب هي التي وضحها كلود ليفي-ستروس، أن اللغة أولاً عنصر ثقافي، ثانيا بواسطتها يتم اكتساب ثقافة المجتمع، ثم أخيرا من خلال اللغة يمكن أن نفهم بشكل جيد باقي عناصر الثقافة. إذن هذه هي الأسباب التي دعت كلود ليفي-ستروس إلى اعتبار اللغة عنصر ثقافي له مكانته الخاصة داخل نظام الثقافة. الأسلوب الأخير هو أسلوب المثال، عبر عنه كلود ليفي-ستروس من خلال قوله: فإذن إذا أردنا أن نفهم ما هو الفن وما هو الدين أو الحق، بل أن نفهم أيضا ما هو المطبخ أو قواعد الاحترام واللياقة، فإنه يجب علينا أن نتصور كل هذه المظاهر الثقافية كأسن كود تتشكل بواسطة تمفصل العلامات على نموذج التواصل اللساني. إذن نتكلم هنا عن أسلوب المثال، لأنه تم إعطاء المثال بالفن وبالدين وبالحق وبنمط الطبخ أو المطبخ أو قواعد الاحترام واللياقة، كل هذه أمثلة لبعض عناصر الثقافة التي يمكن أن نكون فكرة دقيقة عنها إذا كنا نتقن اللغة السائدة في المجتمع حيث نتكلم عن هذه العناصر الثقافية. إذن هذا فيما يخص الحجاج. إذن ما الذي يمكن أن نستفيده من هذا التمرين؟ أولا، أن
تقنيات تحليل النص الفلسفي في حال تطبيقها بشكل جيد ستسمح لنا بأن نفهم بشكل دقيق جدا الموقف الفلسفي الذي يدافع عنه صاحب النص أو الأطروحة التي يعتقد بصحتها، وأيضا ستسمح لنا هذه التقنيات بالكشف عن المنطق الداخلي الذي يتأسس عليه النص. ثم أخيرا أن هذه التقنيات إن كان بإمكاننا أن نفصلها عن بعضها البعض من الناحية النظرية، فإنه من الناحية العملية لا يمكن أن نفصلها عن بعضها البعض. إذن هذا بخصوص التمرين، شكرا لكم وبالتوفيق للجميع.